امال هو انا ليا بركه غير الست حميده؟ الهي يسعدك يا جوز اختي. ما كانش حد يعرف يخلصهم ابدا غيري انا. امال كلك شهامه يا بلدفندي. وعلشان خاطر عزيزه كمان تكون مبسوطه، ذنبها ايه؟ هو يعني عشان خاطر خطيب اختها كان هيخش السجن ومن المسكينه تنحرم مني انا؟ دموعي. يا ولية حرام عليك، ده انا لسه خارج من كاس العزاء. سلامتك يا قمر. احنا متشكرين خالص يا بازفندي. العفو يا اخي، العفو العفو العفو. انا عملت كده بس علشان خاطر الزوزه وخطيبتي. ربنا يتمم بخير يا بازفندي. هيتمم، بس من هنا ورايح بقى لازم تمشوا بعقل. افرضوا يا اخي المره الجايه انا مش موجود، يبقى مين رايح يخلصكم؟ لا عندك حق، مفهوم. الغرض حمدلنا على سلامتكم. وقدر ولطف يا سي حسن. أنا من بكرة الصبح هنتشل النورماندي تو. لكن هتعرف تطلعها يا ريس حنفي؟ حتما لازم اطلعها، دي لو حكمت هجيب لها جنرال هويلا. ولا يكون عندك فكرة. ولا لكوا عليا، من يوم الخميس هتلاقوا المأذون جاهز ويخش سيدنا على ستنا وستنا على سيدنا. الله عزيزة وزة. اهلا ست نتانيا. مرحبا ست الحسن واللطافه. اهلا يا ريس حنفي. الله، مش انتوا اللي مسكوا البوليس امبارح؟ ايوه، اصل ما كانش معانا بطاقه شخصيه. ازاي؟ دول قالوا عليكم تجار مخدرات. مخدرات؟ يقول الجدع اللي يثبت. تعجب. ها يا ريس حنفي. انا في الخدمه يا جميل. الجماعه جايين بكره بدري. انت ما قلتلوش يا بازفندي؟ والله كنت لسه هقول له، انما بقى يظهر الفرحه نستني. الصبح حضر نفسك بدري، هفوت عليك اخرك. من نجمه جاهز تحت امري. تروح فين يا ريس حنفي؟ انت نسيت النورماندي ولا ايه؟ ايوه والله صحيح، بس مش معقول اسيب الناس دول وانا بطلع منهم بقرشين كويسين. ناس مين دول يا ريس حنفي؟ جماعه من مصر اصحاب الست لتانيا، بيجوا يصطادوا على الساحل. طب هما محتاجينك في ايه؟ ما يسلمش الامر، انا اقول لهم شويه ميه شويه تلج، وكمان عشان احرسهم لان الحته دي مقطوعه. عاد طيب ما تقعد انت والريس ويلر تطلعوا لنا النورماندي، واروح انا وحميدو بدالك نخدمهم. موافقه يا ست لتانيا، انا اضمنهم برقبتي. مفيش مانع. واحنا تحت امرك من الصبح بدري. على خيرة الله. ما تنساش ميعادنا يا بازفندي. لا انسى ازاي، وده معقول؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طيب حشيش؟ الحشيش احنا بتوع حشيش؟ احنا يا اخويا حشيش بدل الله بنت التفتة. تطلع ايه دي يا باز افندي؟ ولا اعرفه. تكونش شوكولاته؟ صلاة النبي احسن. احسن. قرايبك الناس اللي جايين دول؟ انت مالك يا اخي؟ لا يعني بسأل، فيهم ستات حلوين زي كده؟ وافرض ان فيهم حلوين، انت جاي تخطب ولا تخدم؟ محسوب. انت هلباوي قوي. يعني فندم. اهلا ابن حميدو، ازيك يا سي حسن؟ ايه بتوقفنا علشان ايه؟ عاوز تفتشنا ولا ايه؟ لا 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 يا ابن حميدو، ما كنتش اعرف انكم فيها. لا والله فتشني فتش يا سيدي. معلش حقك عليا، مش قصدي، ده انتوا ناس على راسنا. لا والله فتشني فتش. اتفضلي يا مدام اطلعي. معلش يا ابن حميدو، الراجل ما كانش واخد باله ان احنا اللي راكبين. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشني احسن. ما قلنا معلش بقى يا ابن حميد. والله شيء يجنن. لا لا لا، تعالى هنا جنبي، تعالى يا سيدي. انا مع السلامة يا ابن حميدو. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشني. لا والله تعالى فتشوش. عيب يا مدام،
ده احنا بقالنا 12 سنة رايحين جايين في السكة دي. احنا بنتبهدل تفتيش لما نيجي نعدي لوحدنا. الناس ما همات. حصلت البركة. عارف. اهو ده اللي كان ناقص، كنت تعالى فتشنا احسن. ايه؟ الله، انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ يا ستي كل نقطة يفتشونا ربع ساعة. ها؟ مساكين. ليه؟ انتوا ما تفتشتوش؟ بشر، بصي، شايفة دول؟ ابن حميدو، حسن. الله، فين حنف أمال؟ كان مشغول النهاردة وبعت الجماعة دول بدال. ودول اللي ما بيتفتشوش؟ ابدا، يعني هيخدمونا من كل ناحيه. تبقى عال قوي. نزلوا الحاجات من العربيه والخيمه الكبيره علشان تنصبوها. ايه رايك في لاتانيا دي يا ابن حميدو؟ شجره موز يا ابني. دي كبيره قوي، دي طرف الخيط، خد بالك منها كويس، هتوصلنا لكل حاجه يا رب. ابن حميدو، ابن حميدو. اهو. اهلا وسهلا. لو كنت لقيتك بتستحمى مع البنات كان يبقى نهارك هباب. هو ده معقول؟ هو انا ليا بركه غير حميده؟ اقعدي. ايه اللي جابك يا عزيزه؟ بشم الهوا. ليه؟ مفيش هوا عندكم؟ اصل الهوا هنا رايق. يعني الهوا اللي رماكي؟ فشر، ده بعدك. يا ابن حميدو، حضروا النار عشان نشوي السمك. حالا. انبسط مع ست لاتانيا بتاعته دي. ايه؟ طب هو رايح وراها يعمل ايه؟ يراقبها، قصدي ياخد باله منه. حد يفطس يغطس، احنا مش صنعتنا نراقبهم. يلا بينا. الله، امال فين عزيزه؟ زعلان عشان انت رحت ورا لاتانيا. اما مجنونه صحيح، وراحت فين؟ ورا لاتالته. انت مشيتي ليه؟ حبيت اخليلك الجو مع الخواجايه بتاعتك دي. يا عبيطه، ده انت دفك برقبتها. امال سبت دفري وجريت ورا رقبتها ليه؟ صدقيني مفيش غير واحده بس في كل الدنيا اللي هيمه في نظري، ومع انها غضبانه وزعلانه لكن انا متاكد انها بتحبني زي ما انا بحبها. عزيزه اوعى سيبني. عزيزه انا بحبك يا عزيزه. سيبني بقول لك. الله، بحبك. مش عارفة ايه اللي عملته. عملت كده. انا بحبك يا حسن من اول يوم، وكنت بتخانق معاك من غيظي لاني عارفة ان انا هكون لواحد غيرك، واحد ما بحبوش وعمري ما هحبه، عايش معاه طول حياتي متعذبة. وانت في يوم من الايام هتلاقي واحدة تحبها وتعيشوا مع بعض متهنيين. اؤكد لك اني عمري ما حبيت ولا هحب غيرك يا عزيزة. كان لازم افرح قوي وانا بسمع الكلام ده منك، لكن ايه الفايده وانا هتجوز بعد يومين؟ يومين؟ يومين ممكن يحصل فيهم حاجات كتير قوي. زي ايه؟ عزيزه انا ما اقدرش اوعدك بحاجه دلوقتي، كل اللي اقدر اقوله لك اني اكون اسعد راجل في الدنيا لو اتجوزتك. تتجوزني بكره؟ يا ريت، يا ريت كنت اقدر. يعني بتحبني وعايز غيرك يتجوزني؟ عزيزه
لو بتحبيني وبتحبي لي الخير اصبري عليا، هتعذريني لما تعرفي ظروفي. انا اللي اعرفه حاجه واحده بس، اني هتجوز يوم الخميس. نزوركم. اهلا وسهلا. خد يا حسن اشوي دي على بال مقلع. انت هتقلع اكتر من كده؟ ايوه علشان البس. يو يلا بينا حميد. الله احنا لسه قعدنا. انت كنت عايز تقعدي قعدي انت. يو استني يا عزيزه. الوداع يا ميدو. الوداع مع السلامه يا حميد. الا ما لا لا الوداع حبيبي. ما هو رايحه فين يا ست؟ هتمشى شويه. اجونتي؟ لا خليك مستريح. خليك انت هنا ما تتنقلش. رايح فين؟ رايح وراها. ايوه وصلت. وصلت 48 انبوبة كاف و84 انبوبة ها. والثمن؟ سوليف هيدا. حصمة انجفلات. 5000 جنيه. وامتى هنستلم البضاعة؟ تعذيب اسمه. تعبار اصباحي ريزا نبت. الساعة 4 يوم الخميس في بطن الزير. تطلع فين بطن الزير دي؟ مالكش دعوة، أنا عارفة قصده إيه. جاي ورايا، سبقتها عن طريق تاني. البت مريض شافتك وانت ماشي وراها. ايه؟ اهي اهي رجعت، يلا بينا نتدارى في حته. بالعكس لازم نخليها تشوفنا. مين اللي ماشي هناك؟ انا لا تانية. انتوا لسه ما نمتوش؟ ننام ازاي واحنا جايين نحرسكم ولا ننام؟ برافو عليك، تصبح على خير. وانت من اهل الخير. هتعمل ايه دلوقتي؟ تعرف حته اسمها بطن الزير؟ انا يا اخويا لا بعرف بطن الزير ولا الحماله. والباز كمان ما اعرفهاش. ده لازم سين بينهم وبين بعض. انا هوصل السويسه بلغ الرئاسه وارجع حالا. انا مش فاهمني حصل ايه ولا حاسبني زي الطور كده؟ لما ارجع ابقى افهمك كل حاجه. امال ازاي لما رجعت تلاقيش موجود؟ ما اعرفش، انا شفته ماشي وراك. مش معقول، والا كان وصل بعد، تلاقيه كان رايح حته ثانيه. على العموم لازم نتاكد ونعرف مش وراك لغايه فين. ما لو كانوا بليس هنروح كلنا في داهيه. انتوا شكاكين زياده عن اللزوم. في شغله زي اللي بنشتغلها الواحد لازم يشك في اخوه. ما تطلع الجس نبضهم. ما انا لسه داخله قدامهم، لو خرجت تاني وقعدت اسالهم وجس نبضهم هتبقى مكشوفه قوي. الصبح له عينين. واذا كان هما بوليس يستنوا علينا للصبح يعني هيعملوا ايه؟ هيقبضوا علينا. ويقبضوا علينا ليه؟ بضاعه ما عندناش. احنا ناس اشراف جايين نتفسح زينا زي غيرنا. مش يمكن سمعك وانت بتتفق مع صاحبنا على استلام البضاعه يوم الخميس؟ وافرض محدش يعرف بطن الزير دي فين غيرنا احنا. برضه الاحتياط واجب. بكره الصبح انت ومريز تشتغلوا عليهم وتشوفوا لنا حكايتهم ايه. Thank you.
صباح القشطه. ايه انتوا بتسهروا بالليل وبتناموا بالنهار؟ هنعمل ايه؟ مش لازم نحرسكم ونخلي بالنا منكم؟ شغلنا كده. حق تمام زي البوليس. بوليس؟ ايه مالك؟ بتعمل كده ليه؟ اصل ابن حميدو ما يقدرش يسمح كلمه البوليس دي ابدا. ليه يا ابن حميدو؟ اصل احنا بصراحه تجار مخدرات. يا خبر اسود، تجار مخدرات؟ ايوه، اكبر اتنين مهربين في السويس احنا. يا ولاد الايه؟ ولا باين عليكم. ما هي دي الحداقه. اعملوا معروف انا بخاف من الحاجات دي قوي. اوعوا تعملوا حاجه لحسن ابلغ عنكم البوليس. بوليس؟ ما قلنا بلاش سيره البوليس دي. معلش يا ابن حميد. ايوه سيبونا من السيره دي، قومي بيها ننزل البحر. احسن فكره. وانتوا تنزلوا معانا. ايوه بس انا معرفش اعوم. اعلمك. وما عندناش مايوهات. نجيب لكم. تجار مخدرات، الله يخرب بيتك. امال عايزني اقول لهم ايه يعني؟ بنشتغل في الفونتانا؟ والله انا خايف يكونوا شكوا فينا. امال انا قلت لهم احنا ليه مهربين؟ علشان لو كانوا شافوك لما رحت ورا لتانيا امبارح اشيل عنهم فكره البوليس دي خالص. خد البسه بسرعه. أنا مش مستريح أبداً للجماعة دول، مفيش أبداً مهرب يقول على نفسه مهرب لناس ما يعرفهمش. كمان ابتديت أتوحش، دول مش شكل صيادين أبداً. دلوقتي نتأكد من كل حاجة، بس خليهم معاكم في البحر على قد ما تقدروا. يلا شوفوا شغلكم. ابن حميدو! مباحث المباحث. الله يرحمنا. قبل ما يرحمنا نخلص عليهم. بلاش كلام فارغ. البوليس ضروري عارف انهم معانا هنا، ومش بعيد يكون في حد غيرهم بيراقبنا. لو قتلناهم هيعلقونا كلنا في المشنقه. امال هنعمل ايه؟ نهرب ونلف بجلدنا. نهرب ازاي؟ احنا دافعين 5000 جنيه امبارح والبضاعه مش هنستلمها الا بكره. نضيع شهر العمر كله بشربه ميه ونرجع للفقر من تاني؟ هم نسالنا ما يقفشونا وناخد 25 سنه؟ هم مش ممكن يقبضوا علينا الا بعد ما نستلم البضاعه. هيقبضوا علينا من غيرها ليه؟ يتهمونا بايه؟ اسمع، رجعها مطرحها زي ما كانت تمام، وانت افضل هنا راقب له الطريق، وانا هدخل عليهم بطريقه ثانيه. استنيني في الخيمه انت وماريس. ماريس تعالي. ايه مالك؟ سلامتك. اصله ما بيعرفش يعوم وشارب ميه كتير من البحر. طب تعالى استريح، انا حتى عاوز اتكلم معاكم في حكايه. خير؟ تعالوا استريحوا الاول. اهلا وسهلا حمام العافيه. الله يعافيك غوفيا. بقى صلوا بينا على النبي. اللهم صل عليه. وهلا هلا على الجد. والجد هلا هلا عليه. لتانيا قالت لي انكم بتوع حشيش. ونعم الاخلاق الكريمه. وانا كمان بتاع حشيش. ونعم السجايا القويمه. والايد لوحدها ما تسقفش. قفش. ويا بخت من نفع واستنفع. انفع. بس احب اتاكد الاول. اكد. تعرف في اصناف الحشيش؟ ايه اللي ما اعرفش كويسه دي؟ طب ايه اخر اصناف نزلت السوق؟ اقول لك يا سيدي،
في صنف اسمه موعد مع السعادة، لكن ايه؟ ملبن، حاجة على كيفك قوي. وفي صنف تاني ممشيش عندنا، سوق واقف خالص. اسمه ايه؟ جمعية المنتفعين. حلو قوي. لا ابن كار صحيح. ده تانية كانت قالت لي ان نقط الحدود عارفينكم ومش بيفتشوكم، وانا عندي شوية كوكايين عاوزكم توصلوهم لغاية مصر. تاخدوا مني كام؟ احنا مش بتوع فلوس، احنا ناخد 10%. لا 10% كتير. احنا هنفصل مش عاوزين. ما يبقاش طبعك حامي كده. خلاص 10%. البضاعة هتكون جاهزة يوم الخميس الساعة 4 بعد الظهر. وهتسلموها لنا فين؟ لا يا حدق، واحدة واحدة، كل شيء هتعرفه في أوانه. أما أروح أنا أوضب شغلي. شايف حدائق محسوبك؟ أهم طب يا عم زي الجرادل. أنا كان لازم يرقوني لواء. لواء. طيب يا بنت اما اشرب فنجان القهوه. يسيب الشغل اللي في ايده ويجيبه معاه. اهو فايق حسن عندهم ولا عايزنا اتجوز غيابي؟ حاضر. وما تنساش تجيب الشربات، فاهم؟ حاضر. وابن حميد قبل الشربات، فاهم؟ حاضر. انت مش قلت انك هتسلم لنا البضاعة الساعة 4؟ ايوه. طب دلوقتي الساعة 11. البضاعة وصلتنا بدري، ايه اللي يخلينا نستنى للساعة 4؟ الشغلانة دي تحب السرعة. انا هروح معاهم وقبل المغرب هكون رجعت بالفلوس. جود لك. يلا بينا. يلا بينا يا فندم. مع السلامة. يلا حسن اطلع يا ابن حميد. يلا اطلع. الله خليك. تخبي لك الصندوق بحاجة أحسن. تخبي مين يا عم؟ احنا شغلنا على المكشوف. اطلع اطلع خليه على الله. الصندوق ده فيه ايه؟ سمك. ايه؟ عاوز تفتشه كمان؟ اتفضل فتش. والله عال ما تفتشني احسن. كمون؟ كمون ازاي؟ امال كنت عاوز يبقى فيها ايه؟ كمون علشان السمك المقلي. في مانع؟ اقدر اطلع شاويش؟ اتفضل. تشاو.